ازيكم؟ النهارده هنتكلم عن 10 مدمرات للموهبة لدى الطفل عند الطفل. أول حاجة الضرب على الوجه. الضرب على الوش بيقتل من 300 ل 400 خلية عصبية، لكن إن أنا لما أمسح على رأس ابني، لكن المسح على الرأس كده أو على دماغه بيخلق خلايا دماغية جديدة. يعني بدل ما أضربه على وشه ممكن إيه أطبطب عليه أو أمسح على رأسه كده، تمام. تاني حاجة الألعاب الإلكترونية. أي حاجة من الألعاب الإلكترونية دي بتقلل جدا التواصل الاجتماعي والتواصل اللغوي، فبالتالي بتخلي ابني مش اجتماعي، بتخلي ابني مش عارف يندمج أكتر، بتخلي ابني بعيد عن الناس، بعيد عن طريقة التعامل، تمام. تالت حاجة السخرية من الأم أمام ابنها. يعني إيه السخرية من الأم أمام ابنها؟ يعني الأب يجي يتريق على ماما، يعني الأب يتريق على الأم قدام ولاده عادي جدا، دي ما بتفهمش، دي ما بتعرفش تعمل، مش عارفة إيه. ده بيخلي الطفل انطوائي وجبان، بيخلي الطفل انطوائي وجبان وتفكيره غير سليم. لما بيلاقي إنه أكتر شخص هو بيحبه او بيثق فيه بيتهان او بيتقلل منه قدامه، فبيحس ان الشخص ده عادي، يعني زي باقي الناس، عادي انه يتهان، عادي انه يتريق عليه اي حد وكده. وخصوصا ان الطفل بيستمد الموهبه او العاطفه او كده على حسب الدراسات من الام دايما. كمان رابع حاجة السخرية من الطفل وأفكاره، يعني إن إحنا بنسخر بقى من الطفل، نقعد نتريق عليه بقى كل ما يقول حاجة، بص بيقول إيه، بص بيعمل إزاي، بص لأ ده أنت ما تعرفش تعملها. لأ، إن أنا بقعد أتريق من ابني ده بيقلل منه جدا وبيخليه حتى لو هو عايز يعمل حاجة بيقف وما بيرضاش يكملها، لأنه كده كده عارف إن ماما أو بابا هينتقدني أو هيتريق عليا. كمان ان انا بقفل باب الحوار مع ابني، ان ما بيكونش في حوار مع الطفل. يعني ايه ما بيكونش في حوار مع الطفل؟ ان المفروض احنا اتفقنا ان انا لازم اتكلم مع ابني او بنتي، ان انا دايما بقعد افضل طول الوقت ساكت، طول الوقت ابني عايز يتكلم انا ما بديلوش الفرصة انه يتكلم، انا دايما ايه ضغط عليه فمفيش كلام، مفيش كلام هيقوله، تمام. وطبعا المفروض الحوار ده يبدأ مع الطفل من وهو صغير، من أول ما الطفل يبدأ، يعني من أول ما يبدأ الكلام أسيبه يعبر عن نفسه، واديله وقت دايما ان احنا نتكلم فيه معاه، اسيبه يعبر عن نفسه واسيبه يتكلم ايه براحته. كمان وبلاش عنفه دايما، اسكت، ما ينفعش تتكلم، انت اللي زيك يقعد ساكت، اللي في سنك ما بيتكلموش، الكلام ده ما ينفعش خالص مع اولادنا، لازم يكون في خط او علاقة قائمة على الحوار، تمام. حاجة كمان، الطفل اللي هو بيشرب مية قليل ده بيأثر عليه، وخصوصا وقت التعليم. جسم الإنسان أو جسم الطفل، جسم أجسامنا عموما بتحتاج لمية بشكل إيه؟ بشكل مستمر. فالمفروض إن كل 45 دقيقة تقريبا أشرب كوباية مية، تمام. ده بيزود التركيز جدا وبيخلي الجسم في وضع طبيعي وفي وضع كويس، لأن قلة شرب المية بتسبب حركات لا إرادية، بتخليه مثلا يقعد يزق الترابيزة، يقرب الترابيزة، الولد يعني يحاول يعمل اي نوع من انواع الازعاج لان هو مش مرتاح، تمام، لان هو مش مرتاح في القعده اللي هو ايه في القعده اللي هو قاعدها بسبب قله شرب الميه. كمان عدم تناول وجبه الفطار. وجبه الفطار دي مهمه جدا 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 جدا، مهمه لان هي بتخلي معدل، لان انا لما بفطرش، لما الطفل مش بيفطر بيقلل معدل السكر في الدم، وده بيخليهم بيقلل التركيز بتاعهم، فوجبه الفطار مهمه جدا. وكمان بلاش الوجبات السريعه، بلاش اللي هي الايه الحاجات اللي هي ايه الوجبات اللي بنجيبها من بره دي، بتاثر على الطفل جدا. المفروض ان انا ابني ببنيه نفسيا وجسديا ومعرفيا، ببنيه في كل حاجه، فلازم ياكل وجبه متكامله او وجبة تفيد جسمه، تمام. يبقى عدم تناول وجبة الفطار دي برضو من الحاجات الضارة جدا. كمان التعليم بالتلقين، اللي هو احفظ ده، هتذاكر ده، هتعمل ده، تفهمهوني، حاولي توصلي المعلومة. لا، احنا ما عندناش كده مع اولادنا خالص، احنا بنقعد نزعق وتحفظ ونعيد ونزيد ونعيد ونزيد ويحفظ، ما بنهتمش ان الطفل ده عنده ميول مثلا معينه، ما عندوش ميول معينه، لا اشوف ابني شاطر في ايه، طب مش شاطر في ايه، طب هقويه في الحاجه دي ازاي، الحته دي احنا مش بنركز فيها خالص. كمان ان انا رقم 9، ان انا مش بخلي الطفل يعيش طفولته. يعني ايه يعيش طفولته؟ دايما بديله اوامر، اعمل كذا، ما تعملش كذا، ما ينفعش تعمل مش عارفه ايه، ما ينفعش تعمل ايه، عارف يعني، اللي هو بخليه تحت ضغط رهيب من هو صغير،
فبيطلع بيعاني اصلا، هو كل ما بيكبر كل ما بيعاني، لانه في حاجات كتير جدا كان المفروض يتلقاها او يعني يحس بيها او يعملها وهو طفل ما لحقش يعملها من كتر الاوامر. يبقى ان انا ما بسمحش لابني ان هو يعيش طفولته، ودي برضو من الحاجات اللي بتدمر الموهبة لدى الطفل. كمان الطفل اللي هو بيكتب على الحيطان ده سببها عدم التمكين في الكتابة الحرة في السنين الاولى، ان احنا مش بنسيبه يشخبط، فعشان كده بالتالي بيطلع بقى لما يبقى 6 7 سنين يقعد يشخبط على الحيطان، يقعد يبهدل الحيطان. ليه؟ لان انا من هو صغير ما بديلوش ورقه او قلم ويقعد يشخبط، يقعد يعمل اي حاجه. في حاجه اسمها الكتابه الحره، ودي بتكون في السنين الاولى من عمر الطفل. كمان الزام الطفل بتصغير خطه، ان هو لازم يصغر خطه في المرحله الابتدائيه. ايه اولادنا كلنا كل الناس بتعاني ان اولادها خطها كبير قوي، نقعد نصغر خطك، خطك لازم يكون صغنن قد كده، خطك كده هو كبير مش حلو خالص. كل الكلام ده مش صح. الخط الكبير بيرمز للثقه بالنفس والامان، الخط الكبير بيرمز للثقه بالنفس والامان. والطفل لما بيصغر خطه بيفقد المستين دول، بيفقد الثقه بالنفس والامان. ليه بيفقد الثقه بالنفس والامان؟ لان هو بيخضع لاوامر، انا غصب عني بصغر خطي عشان ماما هتضرب، عشان ماما عايزه كده. تمام، دي 10 حاجات بتدمر الموهبه لدى الاطفال. نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد، مع السلامه.